استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا الذي يزور مصر بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البرازيلي بقصر الاتحادية، كما استعرض رئيسان حرس الشرف. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مباحثات الزعيمين ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة والتنسيق المشترك في المحافل الدولية في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين. كما ستتناول المباحثات جهود البلدين المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة 20 لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.